The best TV. دائما محمد اعرب في المباشر ديالو في الانتقادات ديالو دائما كناخذ القدوه وكناخذ على ان الخطابات مزيان. شكرا. الخطابات ديال صاحب الجلاله نصر الله في الاياد كناخذوها والرسائل اللي كيعطي للحكومه كناخذوها بحال قدوه ودائما كنحاولوا نتبعوها وكننتقدوا وكناخذوا الكثير. اليوم غنسمعكم واحد طريف من الخطاب الملكي. يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكه من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة فهذا يعني أن هناك خلل في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء الشعب وبقضاء حاجاتهم البسيطة وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم، ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم أو لتقصير الإدارة في خدمتهم وللتشكي في ظلم أصابهم. ملك البلاد قال المنتخبين خصهم يقوموا بالواجب ديالهم وخصهم يقضيوا المآرب ديال المواطنين، لأن حنا المغاربة كنمشيو كنبغيو نتلاقاو الملك الله ينصرو باش نشكيو له الهموم ديالنا. هذا ما يقع في هذه الحكومة الحالية. أولا بغيت نشكر شكر خاص للحكومة ديال بن كيران والحكومة ديال العثماني. غادي تسولوني علاش غتشكرها؟ لانها دارت فينا واحد دارت في هذه الحكومه واحد البليزير كبير. شنو هذه الحكومه؟ انها بنات السجون، بنات واحد العدد كبير ديال السجون. لان هذه الحكومه غادي نسمعكم اللي ما مرضش بالكوليسترول واللي ما مرضش بالسكر واللي ما جاه الشلل واللي ما حماقش غادي يمشي للسجن. هكا المغاربه غادي هذه الحكومه هذه الا بقات هكا وكملت لنا هاد المسار ديال هاد 5 سنين عدد ديال المواطنين غيحماقوا، كاين اللي غيتشلل وكاين اللي غيمرض شي امراض اللي نادره ما كايناش. والديفو اللي دارت الحكومه القديمه هي انها ما بناتش المستشفيات ديال الطب هاد الحماق. المستشفيات ديال الحماق ما كاينينش، ان اكثريتنا غادي يحماقوا هاد الحكومه هادي. مع هاد الحكومه واللي ما حماقش غادي يمرض بشي مرض اللي ما الكوليسترول السكر شي توفيش شي مصيبه كحله. لان كنشوفوا هذه الحكومه كدير غير كحله. اولا انا كنستغرب وكنستعجب الحكومه في الوقت اللي جات ستقلب على المشاكل والحلول ديال المواطن كتقلب كيفاش دير تدخل المواطنين للحبس وكتقلب كيفاش تكبر سنوات من عام وعامين حتى ل 20 سنه. انا هادشي ما بغيتش تفهمني. الدول المتقدمه الاوروبيه اللي كتحترم المواطنين ديالها السجون ديالها خاويه لانها تعتمد على مقاربه ماشي امنيه. دابا نتوما كتعتمدوا على مقاربه امنيه، خصكم المغربي اللي منع من المرض يمشي للحبس. والدليل ان واحد الخطاب ديال السيد وزير المحترم فيه 7000 ديال التناقضات في مجرد دقيقه و40 ثانيه غنقراها لكم. فيه واحد العدد كبير ديال التناقضات. قال لك خصنا نبنيو مراكز باش نعاون المدمنين اننا نداويوهم، وفي نفس الوقت قال خصنا نعطيو لهذوك اللي كيبيعوا المخدرات في بال المدارس 20 سنه، وفي نفس الوقت قال للدراري الصغار ديال 12 عام خصنا نشوفوا شي حل كيفاش نصيفطوا هاد الدراري الصغار تا هما للحبس ان كيبيعوا الديطاي. لان الحكومه ديالك والحكومه اللي قبل منها واللي قبل منها ما وفرتش للاباء ديال الوليدات اللي كيبيعوا الديطاي في باب المدارس ما وفرت لهمش خدمه. دونك ما تبيعوش الديطاي، موتوا ولا بعثي الديتاي غنشوف لكم شي حال. تسمتوا التناقض. بالنسبه للمخدرات والبيع الارقام فعلا عند الافه كيجيو قدام المدارس يبيعوا المخدرات كيمشيو يبيعوا الان في القانون الجنائي حولنا بيع المخدرات امام المدارس او لقاصر او غير عنصر واحد اما كتبيع حدا المدارس اما لقاصر ان تصبح الجريمه جنايه يعاقب ما يفوق 20 سنه سجن نافذا. باش تبداو معاك اللي طاح تبداو معاك ما عندها حتى معنى يمشي لواحد المدرسه ويبيع الديطاي ديال اختر حتى التدخين الديطاي. حسن عاود نعيد فيه النظر واش نديرو فيه عقوبه.
لان واحد عنده 12 سنه كيبيع عليه الديطاي. الان خصنا نديروا عقوبات رادعه، وانا اعتقد بانه اللي كيبيع القصير ولا اللي كيحضر الرصاص تكون الجريمه العقوبه على الاقل 20 سنه او ما يفوق اذا كانت هناك شيء. حبس بلاتي، انا الحكومه ديالو هو، حيت دابا هذا ولا مشرع ولا وزير العدل، ولا هو اللي كيطلع المده الحبسيه 20 سنه و 30 سنه. نسى ان حكومته الحكومه السابقه لم توفر مناصب الشغل للاباء ديال الوليدات اللي كيبيعوا الديطاي. وعندي واحد التساؤل الا سمحتي لي السيد الوزير المحترم، وسمح لي بزاف وكنعتذر منك، وانا مجرد عندي تساؤل، انا لا اتهمك، انا نمشي معك بالقانون، لا اتهمك، ما كنتهمكش، كنسول بما انك وزير وبان عندنا حق المعلومه. قبل ما تولي وزير ملي كنتي برلماني وكنتي انت شغالك هو المحاماه، الله يوفقك، هناك تساؤلات من عندي ومن عند بعض المواطنين كيقولوا انك كنتي شاد واحد الملف ديال واحد الشركه ديال الطب كبيره في المغرب مولاها واحد المستثمر، وكنت تدافع عن شركه ديال الطب لا داعي لذكر الاسم ديالها ولا داعي لذكر الاسم ديال المستثمر. دونك كنت خدام مع شركه ديال الطب تدافع عنها، ديك الساعه كان الطب حلال ما كانش حرام. انا مجرد اتساءل السيد الوزير المحترم، واش هاد القضيه كاينه ولا ما كاينهش؟ بغينا الله يجازيك بخير يرد علينا، قلنا واش هاد الشيء، التساؤلات اللي كاينه وهاد السؤالات اللي كيطرحوا المواطنين وهاد الاشاعات، واش كاينه على انك كنتي قابط ملف كمحامي قبل ما تكون الوزير، انك كنتي كدافع على شركه ديال الطب معروفه لا داعي لذاك الاسم ديالها؟ واش هاد القضيه كاينه؟ اي باش المغاربه يفهموا. دابا انت غتحاول دير واحد القانون باش تصيف الدراري ديال 12 عام للسجن اللي كيبيعوا الديطاي، مع العلم ان والديهم ما خداميش، هاد البلاد فيها غير البطاله وفيها غير المصائب الكحله، مع العلم ان هاد القانون اللي درتو ديال 30 سنه غيخرج الناس يبيعوا الديطاي ويبيعوا عاوتاني الشمشتايات وخرجوا للشارع، هذا ماشي موضوعنا. هذا التساؤل غير مجرد، وسمح لي السيد الوزير المحترم، هذا التساؤل انا كنسول، وعندي اصدقاء في مدينه الرباط وزودوني بهذه المعلومه. انا لا اتهمك، انا اتساءل بما انك وزير وكنت برلماني وزير كذا، كنسولك واش فعلا كنت كدافع على واحد الشركه تبع، وكنت انت المحامي من بين المحامين اللي كيقبضوا هاد الملفات؟ غير جاوبنا الله يجزيك بخير، مجرد تساؤل. اكرر انك دابا انت وزير العدل، كنديروا معاك القانون باش ما نفلطوش، لان الا فلطنا راك عارف، حنا خصنا نديروا معاك المسائل القانونيه. نتساءل، ومن حقي كمواطن انني نتساءل، هذا موضوع مهم. الحكومه ديالكم دابا البريزي اللي داروا فيه الحكومات الاخرين انهم بناو السجون في نادي صفط عباد الله، السجن 20 عام و 30 عام واللي ما، ولكن ما بناولناش المستشفيات الحماق، لان واحد العدد ديال المواطنين غادي يحماقوا يحماقوا بفضل السياسه ديالكم وفضل العشوائيه ديالكم وفضل هاد الخزعبلات ديالكم وهاد الخرجات وهاد الشطحات في البرلمان بيناتكم. بالامس انت كتقول لاخر بنيتي بنايات في المحاكم ما كتسيلش، الاخر قال لك انك من امازيغيه. المهم هاد الفولكلور المهم كتحاولوا تلهيو به المواطنين على المشاكل ديالنا وعلى الوعود اللي عطيتيونا اللي ما غتحققش. ما اول حكومه في المغرب ما كملتش 3 شهور تفقدت فيها الثقه بواحد 60%، تفقدت الثقه. انا لم تعد لي الثقه في هذه الحكومه، وعارف هذه الخرجات وهذه الشطحات مجرد مضيعه للوقت. انا هذا موضوع اخر، بما ان الحكومه دايره هذه السياسه العرجاء، راه تهداو بعض البرلمانيين وبعض المنتخبين في المدن، وغنهضر على فاس، تهداو باش تهداو، مازالين ناعسين، مازال ما كيخدموش، مازالين تايقينش براسهم انهم نجحوا، مازالين المهم مازال ما مصدقينش انهم راهم منتخبين خصهم يشتغلوا. لذا واحد الاخ صور واحد الفيديو وصيفطوا لينا، غادي نبينوا لكم فيديو، وكيقول لهم واش مازال ما غادي تفيقوش، وهانتم غتشوفوا فيديو، غادي فيديو مضحك، هو رساله فيها شويه ديال كيخلوا الاخر ديال الطنز، طنز عليكم كاملين. انت لا خرج، وانا مازال ما خرجناش.
لا خرج، احنا مازال ما خرجناش. فوقاش نخرجوا؟ قال لك تخرج للدنيا عاد نخرجوا حنا. قال لك خرج، وبعد المنتخبين مازال الناس اللي ما بغاوش يخرجوا التيران يخدموا يشتغلوا يخرجوا يخرجوا. مدينة فاس أصبحت قرية، المجلس السابق خلاها قرية. جيتيو نتوما دابا عندنا مشاكل كثيرة في مدينة فاس، وبعد الإخوان قال لك علاش تنتقدوا انتقاد وطني وما كتنتقدش انتقاد محلي. احنا اليوم غنخلطوا لكم ما بين ما هو وطني وما هو محلي. السادة المنتخبون ديال التحالف، مدينة فاس فيها سوق الحوت هو عبارة عن سوق مبهدل، ما فيش شروط ديال الصحة والسلامة. إلا جات شي لجنة ديال الصحة والسلامة غتصيفط المسؤولين اللي على هذا السوق للسجن، لأن الحوت يباع في ظروف غير صحية. باعتراف السيد العمدة المحترم، سوق المجزرة ديال المجزرة ديال اللحوم ما فيهاش شروط الصحة والسلامة، اللحم اللي كناكلو في هاد المجزرة غير صحي باعترافه، الفيديو ديالو كاين. سوق الخضار عبارة عن سوق داير بالصور، ما فيه لا تغطية ما فيه حتى حاجة. دونك ثلاثة د الأسواق مبهدلة في مدينة فاس، سوق الحوت، سوق الخضرة، المجزرة. المنتخبين بالأمس اللي كانوا كيهضروا على هاد الأسواق هما اليوم دابا راهم كاينين في المجلس وساكتين. هاد الملف ديال سوق الحوت دار به انتخابات المجلس اللي قبل من هذا، ودار به انتخابات المجلس ديال الحارتي، وهاد المجلس هذا عارف المشاكل، ولكن ما كاينش حتى في التصور واش كاين شي حاجه لاصلاح هاد ثلاثه الاسواق. فالرساله الا كانت الحكومه تعدات وساكته وما كتهضرش، وبعض الوزراء مختفيين ما كاينينش، كاين واحد الوزير المحترم اللي ولا هو المشرع، هو البرلمان، هو مجلس المستشاري، هو الحكومه، هو رئيس الحكومة، هو الديوان، هو كل شيء، اللي كيطلع 30 سنة ويهبط 20 سنة. والسؤال المطروح، المقاربة اللي خصها تاخذ الحكومة ماشي مقاربة أمنية أن تصيفط عباد الله للحبس. شوف حلول الشعب، الشعب راه ما كيقهروش السجن، كتقهروا هاد السياسة ديالكم البدائية والعشوائية والضعف ديالكم. السيد الوزير آخر ما درتي أنك دقيتي على وزير الداخلية، وصدقت وزير الداخلية صلاح لك أنك تدق عليه وتقول له العمال والولاة عندهم السيارات. شوف فين وصلتي السيد الوزير المحترم، كلشي كتجبدو، ما خليتيش شي واحد ما جبدتيش، حتى الولاة والعمال ديال صاحب الجلالة اللي قال السيد الوزير المحترم تاهم يشتغلون 24 ساعة وهما اللي خدامين في هاد البلاد وهما اللي صاهرين على الأمن والسلامة، حتى هما جبدتيهم قلتي خص علاش عندهم السيارات المرسيدسات وانت كدير كتدافع على الناس ديالك. هذه تعتبر عشوائيه وخروج على النطاق ديال البرنامج ديالكم. بغيناك الله يجازيك بخير تقوم بالواجب ديالك السيد الوزير المحترم باسم الحزب ديالك، ان انت امين عام حزب، وبغيناك توجه الرساله ديالك للناس ديالك وتقول لهم كما قال المواطن الدلاع خرج. نتوما ما بغيتوش تخرجوا الدلاع خرج، واش تخرج الهنديه عاد تخرجوا؟ وإنكم تخرجوا للتيران تشتغلوا، راه فاس كلها حفر، فاس كلها دار باب الله، فاس ما فيها حتى متنفس، فاس الأسواق ديالها مبهدلة. باش ماشي حنا البارح كنقولوا داك الشيء ما مزيانش واليوم غنقولوا مزيان، راه زادت ساءت الأمور. وخا جيتوا أنتم أتكملوا ثلاثة أشهر، رسالة كذلك بعض رؤساء المقاطعات، راه ما كيجيوش السيمانة للمقاطعات ديالهم. رسالة للمصلحات المكلفة، راه جاجة الضولة بغيتي تشعلها في مدينة فاس خصك 10 أيام، ما كنهضرش على فاس المدينة، كنهضر على جوايا أخرين، كنهضر على المرينيان وعلى زواغا وعلى جاجة الضو. وملي كتبغي تصوم كيجيو تصوروا حداها المستشارين، وهذوك اللي تابعين لهم كيلوحوا لهم التصاور ديالهم. جاجة الضو، جاجة الضو خصك تهضر عليها. تلاقيت مواطن أقسم بالله العلي العظيم هذه واحد 3 أيام بغى يقصص واحد الشجر من ليدو، مشى للمقاطعة جوج المرات ما كاين والو. ماشي البارح كنا كنقولوا العدالة والتنمية ما مزياناش ما خدامينش، واليوم راه حتى هادو راه ما خدامينش، راه ما كاينش الخدمة دابا، مازال ما شفنا والو، كنشوفوا حتى حاجة، كنشوفوا غير دابا اللي داير شي ندوة واللي داير شي حاجة والماكلة والوطيلات وكدا، مازال ما شفنا حتى حاجة. الشرفة تحركوا شويه كما قال مول الدلاحه،
حنا غنلوحو لكم في دلاحه دلاحبال وخرجوا نتوما مازال ما خرجتوش، واش غتخرجوا حتى تبان الهنديه فيها نفس السياسه ديال الحكومه فيها نفس السياسه ديال البعض. انا لا اعمم على المنتخبين كلهم ما خدامينش، انا راني كنهضر وكنعرف مع من نهضر، كنعطي الرسائل وكنقول لهم خفيقوا فيقوا الله يجزيكم فيقوا معنا في مدينه فاس، وكذلك رساله لبعض البرلمانيين، راكم نتوما جيتو باش تخدموا الصالح العام ماشي جيتو باش تقضيو المشاريع ديالكم وتبقاو مقابلين لي زافير ديالكم. بانوا لنا بانوا لنا شي شويش، بانوا عليكم الامان، بانوا عليكم الامان. راه البارح كنا كننتقدوا، راه اليوم غننتقدوا، البارح انتقدنا واليوم غننتقدوا. فالا كان الوزاره غاديه فواحد الخط الهيداري خص حتى المدن يكون شويش التجاوب. انا ما كنقولش انكم كلكم ما خدامينش، لكن بانوا المقاطعات خصهم يتحركوا شويه وتكون شي شويه الخدمه. مازال شفنا والو، مازال كي قال مول الدلاحه خرجوا عليكم الامل. فالرساله الاولى انني كنشكر السي بالكيران والسي العثماني لانهم داروا واحد الخير في هذه الحكومه، بناو السجون في ناس فين السي وهبي ان شاء الله ملي غادي يطبق ال 20 سنه على صحاب اللي كيبيعوا التخدير، وكيطبق 30 عام عاوتاني على اللي كيهضروا، وطبق شي 10 سنين على المعارضه، وحيت ولا وليت السي وهبي المحترم انت مشرع وبرلماني ورئيس حكومه ووزير العدل والمجلس الوقيل المجلس الكبير انت هو ديال الامن، وليتي انت كلشي تشرع. كيف خصك السيد الوزير تمشي لنا ماشي بالمقاربه الزجريه الامنيه، الامن راه شغال وزاره الداخليه وغاديه بالسلاسه وبالليونه غاديه باخر. وزير الداخليه ما كنصيبوش معاه المشاكل، انت كل سيمانه عندك، والدليل ان حتى هو انت درتي الوزير الداخليه براسو جبدتيه وانتقدتيه في موضوع السيارات ديال العمال والولاد، حتى هما حتى هذا الموضوع جبدتيه. حتى المهم ما منعتي حتى حاجه، الدراري صار 12 عام انت كتشوف لهم كدير باش تشوف لهم شي قانون تصيفطو للحبس، والديهم راه غاديين راسهم للحبس لان الناس عليها الشكات والازمه، واللي غيمشي لراسو يقدم راسو. المهم السجون كاينه، بغينا غير دابا المستشفيات ديال الحماق يتبناو لان الاكثريه ديالنا غيحماقوا، خصهم يصيبوا شي اماكن فين فين. فهذه هي الحكومه. ما بالنسبه للثقه في هذه الحكومه، انا واحد من الناس اللي فقدت الثقه في هذه الحكومه، ورساله راه حنا مازال كنهضروا بود واحترام للمنتخبون الموجودين في مدينه فاس، البرلمانيون الناس اللي شي شويه مازالين متيقنين انهم نجحوا، وبغينا نشوفوا الخدمه على ارض الواقع في التيران. التيران تحركوا شويه، وراه جاجة الضوء بغيتي تشعلها في بعض المقاطعات خصك 15 يوم، وملي كتبغي تشعل كيخرجوا ثلاثة د المستشارين يتصوروا معاها، وزائد داك الصباغة اللي كيتبعوهم اللي كينشروا التصاور ديالهم ها هما داروا ما فعلوا كنحيروا غير معاهم دابا، هذا هو المشكل. فالرسالة واضحة وباينة، الحكومة غادية في واحد المنحدر، واحد التوجه منحدر غادي إلى الهوية. مبغيناش حتى المدن والمنتخب اللي تابعين للمدن حتى هما يجيهم الشلال ويجلسوا غير كيشوفوا كي قال مول الدلاحه، ما بغيناش شي حاجه تبان. واخر حاجه اللي كما قلت في العنوان، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى وكنتمنى من سيدنا الله ينصرو، والله يجعل سيدي ربي يخرج امره بخير ويشافيه وينصرو على هاد الاعداء ديالنا، الاعداء اللي ما كيخدموش لمصلحه الوطن راهم اعداء ديال الملك وديال الشعب. على ان يكون شي التفاته وتكون شي تعديل حكومي، راه بعض الوزراء والله ما يصلحوا حتى يسيروا مستشفى، ويسمحوا لي بزاف رؤساء الاقسام اللي كيسيروا المستشفيات انني شبهت هذا، انا اللي مش كنطيح بكم ولكن سمحوا لي بهذا التشبيه هذا، كنعتذر منكم. والله ما يستطيعوا يسيروا مستشفى ديال الامراض العقليه بعض الوزراء، اقسم بالله ما يستطيعوا يسيروا مستشفيات عاس يسيروا هما المغرب، ونقصوا علينا من الشطاحات ومن داك الخرجات ومن داك البهلان ديالكم في البرلمان، وشي كيرد على شي وخروجكم على عطيونا شنو غديروا لنا البرنامج ديالكم، ما شفنا منكم والو. الحاله هي عيتونا بالشعارات والمغرب هو هو، نتوما كتطلعوا حنا كنهبطوا. ورسالة كذلك للمنتخبون في مدينة فاس، تحركوا معنا شويش، تحركوا، راه فاس راه زيرو، فاس أسواق ديالها مبهدلة. هي ماشي دابا جا هاد المجلس ولا جاو هاد المنتخبين، ما غنطالبوش بإصلاح سوق الخضر،
سوق الخضار حتى هو غير مدير راه الشكا طيح عليهم وفيسي فيسي فيه ما معوطاش. الجامعه كتدخل الفلوس من داك الاسواق، ولكن خصها بغينا الله يخليكم المجلس ديال فاس راه السي عزيز اخنوش ولا رئيس حكومه كان وعدكم بسوق نموذجي ديال الحوت، وهذه الفرصه فين نتوما تطلبوا سوق ديال الحوت النموذجي. ان داك سوق الحوت هذا الوزير كان عنده سبق اصرار وتسرب سبق، واش كون دير سوق الحوت درتو به السياسه وجيتو وطلبوا لنا شي سوق نموذجي ديال الحوت في المستوى اللي رقابه بالقيمه ديال هاد الناس ديال فاس. راه حنا واخا ماشي دورجي من فاس راه حنا عشنا معاكم وخدينا شويه الصواب والاداب، رحمونا رحمونا. وسوق وبغيت لجنة تمشي لك السوق ديال الباطوار داك المجزره كارثه. باعتراف السيد العمده وانا لا الومك انت عاد جيتي السيد العمده، غير بغينا تكون هادشي في الطلبات ديالكم، عاد جيتي ما عندكش حتى شهرين. اعتراف انه قال لك داك الباطوار غير صالح ما فيش شروط الصحه والسلام، واذا ما كاينش شروط الصحه والسلام لا في الباطوار لا في سوق الحوت لا في سوق الخضره، فين كاينه هاد السلامه وفين كاينه هاد فين كاينه ما كاينه السلامه مع الحكومه، ما كاينه السلامه في المجالس، فين كاينه السلامه؟ بقاو نشوفوا البرلمانيين كيقضيو المآرب ديالهم وكيقضيو لي زافير ديالهم وكيتلاحوا باش يقبطوا لي زافير في المدن. راه حشومه جيتو باش تقوموا بالواجب، بلا منا قوموا بالواجب وعطيو الوقت للمواطن، نتوما خدامين مع المواطن. ورساله كذلك لبعض رؤساء المقاطعات، وبالسيمانه ما كتجيوش للمقاطعه، وهذا الدليل على ان الناس اللي كانوا قبل منكم كانوا احسن منكم. الانسان خصو يكون شي شويش واقعي، تحكت كوشويش راه غير المشاكل اللي وقع دابا في فاس كتجي تقلب على رئيس مقاطعه ما كاينش، فين هو ما عرفتش، وبالسيمانه ما كيجيش. اشنو هاد البهلال هذا؟ نتوما غنمشيو معكم بعيد، فين غنمشيو معكم؟ اوتو ستوب، عينا نحشمو نقولو ما نبداوش غنبداو معاكم ان شاء الله، ميلف بميلف ميلف بميلف، ما عندناش مشكلة، ما لا تقصروش، جرو الطوالات ديالكم ولا تقصروش، والميساج راه كل واحد غيفهمو بالطريقة ديالو. شكرا للإخوان والأخوات، شكرا للحكومة اللي لحد الساعة تتملص من الوعود ديالها، شكرا للوزراء اللي ولاو هما وزراء وبرلمانيين ورؤساء الحكومة هما اللي كيشرعوا هما اللي كيبرعوا هما اللي كيديروا لنا كل شيء. شكرا للحكومه ديال بركيه العتمه ان بنات الناس السجون ولكن ما بناتناش المستشفيات الحماق. واحد الرجاء اخير ان المغاربه كلهم كيعيشوا واحد الغمه في القلب ديالهم، ان هذه الغمه ترفد علينا ونتفيقوا شي صباح ونسمعوا ان شاء الله ان سيدنا الله ينصرو دار واحد التعديل حكومي ونقص علينا هذا بعض البقارجيه وبعض الناس اللي غير كيطبلوا وصافي. وشكرا السي وهبي لانك انت الرجل الاول اللي كلاسيتي بروميان بالمحبه وبالتواصل والخرجات ديالك وبالشطاحات وجبتي كل شيء، المحامين جبتي، المواطن جبتي، كل شيء، وزير الداخليه ما كاينش شي واحد اللي ما جبتيهش، كتجبد كتشير شمال ويمين. ولكن انت رحنا عارفينك ما كنديوش عليك، ودائما نتكلم معك باحترام وادب، ودائما ننتظر السؤال اللي طرحناه، واش داك القضيه ديال كنت محامي ديال واحد الشركه معروفه ما كاينش جبد الاسم ديالها ولا اسم مستثمر، الله يجزيك بخير وكبر بك، جاوبنا واش هذه القضيه كاينه ولا مجرد اشاعات باش لكي يطمئن قلبنا وقلبي وقلب الجميع. شكرا لكم اخواني واخواتي، شكرا للاخوان اللي تبعونا، شكرا للاخوان اللي غيبارطاجيو معنا، الاخوان اللي ما شافوش اللايف المباشر يشوفوه في القناه ديال اليوتيوب ديال دوبيس تي في بكل التفاصيل بالفيديوهات وبالفيديو ديال المول الدلاحه اللي كيقول للمستشارين خرجوا، الدلاح خرج ثم ما بغيتش تخرجوا واش تخرج الهنديه. شكرا لكم وشكرا للاخوان اللي حنا كنحاولوا باش ملي كيكون شي موضوع مهم كندخلوا نهضروا، ولكن كتكون شي حاجه ما كايناش نقدروا نجلسوا سيمانه وجوج وثلاثه ما نهضروش مباشر، لكن ملي كيكون شي موضوع اللي مهم اللي غيهم الجميع نتكلموا عليه بكل حياد وبكل شفافيه. والرساله حنا وجهناها لهذا المنتخبون ديال مدينه فاس، البعض كما قال مول الدلاحه
دلاح خرجوا نتوما مازال ما بغيتوش تخرجوا من اللوكر ديالكم وتخرجوا للتيران تشعلوا الضوء وتصوبوا الاسواق وتصوبوا الحفار وتريقلوا. و كذلك رساله للسيد وزير وزير العدل، ما يبقاش فينا الحال حنايا المواطنين كتجبدنا وكدير شي طريقه باش تطلع العدد الاعوام السجون اصحاب المخدرات، لان هذوك اللي كيبيعوا المخدرات كنتيو عاطينهم حقهم وخدامين ما غيبيعوش المخدرات. ما كاينش شي واحد في المغرب كيمشي يبيع المخدرات هو بخاطره، ما صاب ما يعمل. المهم طلعوه ل 20 عام باش تغبروه، تهناو منه. المهم شكرا لك السيد الوزير وشكرا، وباش ما يبقاش فينا الحل لانك جبتي حتى وزير الداخليه حتى هو صلح لك. وزير الداخليه اللي حنا الجميع يقر ان جوج الوزارات اللي خدامين في المغرب، وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه الحمد لله انتصار من بعد انتصار انتصار من بعد انتصار وتحقيق انتصارات واهداف وشرف لنا وكنفرحوا. وزاره الداخليه قائمه بالواجب ديالها، وهي اللي شرفت على هذا الكوفيد وهذا الشيء ديال كورونا، وابانت على الحنكه ديالها وابانت على المقدوره، ابانت على الانضباط ديالها والناس ديالها كافحوا وناضلوا وكذا. انت دابا كتهضر علاش الولاة والعمال عندهم السيارات ديال مرسيدس، اذا ما بقيتيش غير مع الشعب، قايمو غير مع الشعب، وليتي قايمو حتى مع وزاره الداخليه. شكرا، الشكر الجزيل لكل مكونات وزاره الداخليه، كل باسمه وكل بصفته. نتمنى انني كنت ضيف خفيف، ونتمنى ان السيد الوزير يقبط منا هذه المسائل بروح رياضيه ويجاوبنا، وحنا كنهضروا معاك دائما معاك ولا مع غيرك بكل احترام واداب وبكل قانونيه. وملي كنتسائلوا التساؤل ديالنا ما فيهش اتهام، لا نتهمك كنسولك، هذا حقنا وكناخذوا هذا الشيء من الخطابات ديال الملك. كان معكم محمد اعراب، ان شاء الله من اليوم البدايه ديال الانتقاد للمجلس الجماعي لمدينه فاس، برغم من بعض الاخوان اللي كيتواصلوا معايا، غنهضروا على كل سوق بوحدو، وغنهضروا على الغياب ديال المنتخبين، وغنهضروا على بزاف ديال المشاكل، لان كاين ما يتقال باش كنزولوا داك الاتهام اللي كان عندنا مباشر اننا كنا ضد العداله والتنميه. وانا اتاسف كثيرا لانني كنت كنظن ان هذوك الناس هذو اللي غايجيو ساعه خيبت الامل ديالي، الامل ديالي الخيبه ديال الامل الدنيا هذه. ونتمنى على الله يهز علينا الغمه والهمه والوباء اللي هو هاد بعض الوزراء هم وباء وباء علينا، وهم انا ما كنخصص حتى واحد بالاسم. الا تهزوا علينا بعض الوزراء وكان واحد يقالوا الاخر واحد التشقليبه، غنقدروا نرتاحوا شويه، لان ما يمكنناش نستمروا 60 اخرى وحنا فهاد العذاب معكم. هذا عذاب عايشينه مع هاد الوزاره ومع بعض الناس اللي تابعين لها ومع بعض البرلمانيين وبعض المنتخبين. شكرا لكم اخواني واخواتي.